مع بداية دخول اللحوم المستوردة تنفس المواطنون السعداء، حيث تم توفير اللحوم بأسعار تتراوح بين 1200 و1350 دينارا جزائري. لكن رغم وفرة اللحوم المستوردة إلا أن اللحم المحلي يبقى ذو مكانة خاصة. اللحم لوكال يدير 200-220 ميل، قليل وين تلقى يدير 95 ميل قليل، بصح كي يكون بالفاضل هذا نتاع لابورطاسيون هذا اللي يجيبوه المستورد هذا، انت تجي لهنا ما تلقاش. راك تشوف باطوار الله يبارك، باطوار هذا كما هذا سوفيستيكي فيه كل التاويل نتاعو وما كاش. اللحم تاعنا ما كاش، لو كان كاين يكون في تناول الجميع، بصح ما كاش. كيما كاش لازم يكون هكذا راه ب 160 162 165 فهمت التجزئه، راه يوصل اي بصح التجزئه. ثاني تشوف هو ثاني عنده الديشي، عنده كذا عنده كذا، البوشي اللي قال لك دركا راه يربح يكذب، ما يلقاش روحه، عنده الديشي عنده كذا الشحم العظم واش هم بدو يشبق له ليه هو. اتجهنا لأحد المذابح، هنا أجمع تجار الجملة على غياب اللحم البقري، فيما تبقى أسعار اللحم الغنمي جد مرتفعة وقد تصل إلى 3000 دينار جزائري في رمضان. ما عندناش البقري هنا، الكوارة فارغين، رحتوا الكوارة وكلفة على الامبورتاسيون ما كاش، أنا ما كاش لنا نمو يكون ندبحوا لهنا يا الناس، كاين موفر تاع البلاد ما حبش يهبط. لو كان ما جابوش تاع لامبورطاسيون تاع البلاد يولي 200 ميل يبيعوا الماكيني 200 ميل والغلميه يفوت 300 ميل. العام اللي فات الله يبارك كانت عندنا ذبيحه كبيره لهنايا، وسناك تشوف واش كاين، ما كاين والو، المال ما كاش ناقص بزاف. نقص استيراد عجول التسمين تسبب هذه السنه في نقص فادح للحم البقري عكس السنوات الماضيه. عملوا الوقت هذا فهمت سمانه قبل رمضان كان خير كبير، كنا مربيين هنايا 400 راس خرجوا نذبحوا نديو لابوشري يعني السوما نحينا كاع للانترميديار. اليوم ما كانش كاع العجل، ما سرحوناش نجيبوه باش نربيوه من جهه، يعني الاخر ديروغاسيون ما كانش تاع العجل، من جهه واحده اخرى ما نقصوناش الاخر دروات الدوان نورمالمون التجار اللي راهم يجيبوا لامبورطاسيون خلوها قلبوها لهم 5%، واحنا الاخر خلوها 30%. استيراد اللحوم الحمراء من شأنه ضمان وفرتها خلال شهر رمضان، لكن استيراد الأبقار وعجول التسمين هو الحل الأمثل لضمان وفرة المنتوج المحلي طيلة السنة والذي لا يمكن استبداله بأي منتوج آخر.